السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ناخذ الصفحه الاخيره، الصفحه 25 من درس تنظيم ومعالجه البيانات، الدرس الرابع من الوحده الاولى، المرجع الجيد في الرياضيات. بقاو لنا جوج حصص. اقوم تعلماتي وادعم مكتسباتي. جي فالي ميزو ابرونتيساج، عندنا التمرين 8 والتمرين 9 من هذا الدرس. طلب استاذ من أربع تلامذات تمثيل الجدول التالي. واحد الأستاذ طلب من التلاميذ ديالو تمثيل هذا الجدول في مبيانات مدرجة كما كتلاحظوا، فحصل على الأجوبة التالية: الجواب الأول، الجواب الثاني، الجواب الثالث، الجواب الرابع. حول حافلة، ثلاثة ديال الحافلات، كل حافلة شحال كتهز ديال الركاب، عدد الركاب يعني الحافلة الأولى 10 ديال الركاب، الحافلة الثانية 12 راكب، الحافلة الثالثة 16 راكبا. إذا ألف، أنشئ الجدول المناسب لكل مدرج. إذا أنا قمت بإنشاء الجدول، فقط غنملؤو معاكم. إذا الحافلات وعدد الركاب هنا بالنسبة للتلميذ رقم واحد، تلميذ رقم اثنان، هنا ثلاثة، هنا أربعة. بالنسبة للحافلة الأولى عدد الركاب جوج، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة. إذن عشرة. بالنسبة للحافلة الثانية اثنان، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، اثنى عشر، أربعة عشر. إذن أربعة عشر راكبا. بالنسبة للحافلة الثالثة 16 راكبا. هذا الجواب ديال التلميذ رقم واحد. الجواب ديال التلميذ رقم زوج بالنسبة للحافلة الأولى 16 راكب، مثلها ب 16. الحافلة الثانية 12 راكبا، الحافلة الثالثة 10 ركاب، 10 ركاب كما كتلاحظوا 16، الحافلة الثانية 12، الحافلة الثالثة 10. بالنسبة للجواب الثالث، الحافلة الأولى 10 ركاب، الحافلة الثانية 12 راكبا، الحافلة الثالثة 16 راكبا. انتم معايا؟ نعاودو نتأكدو. الأولى 10، الثانية 12، الثالثة 16. بالنسبة للجواب الرابع، مثل عدد الركاب في الحافلة الأولى 16 راكبا، الحافلة الثانية 10، الحافلة الثالثة 12. إذا هذا هو التمثيل ديال التلاميذ. السؤال باء، أصحح المبيانات الخطأ. إذا باعتماد التمثيل الجدول اللي عطى الأستاذ غادي نصحو الأخطاء ديال التلاميذ إذا كانت شي أخطاء. إذا عندي الحافلة واحد 10 ديال الركاب، اذا هنا صحيح. بالنسبه للحافله 2 12، لاحظوا معايا كاين واحد الخطا هنا 12 راكب، ومثل الحافله 2 ب 14 الراكب. اذا غادي نحيد واحد درجتين. بالنسبه للحافله رقم 3 16 صحيح، اذا الخطا عنده في الحافله رقم 2. بالنسبه للحافله رقم 2، الجواب رقم 2 عفوا، جواب التلميذ رقم 2، عندي الحافله رقم 1 10، هو مثلها ب 16، اذا عنده خطا في الحافله رقم 1. اذا هذا كله خطا. بالنسبه للحافله رقم 2 12، 12 صحيح، نعم مثلها ب 12. الحافله رقم 3 16، اذا هو دار فقط 10. اذا ناخذ ونطلعوا بالمدرج حتى ل 16، ونلونه باللون المناسب، اصفر او برتقالي.
اذا عنده هنا خطا في تمثيل الحافله رقم 3 وتمثيل الحافله رقم 1. الجواب الثالث، لاحظوا معايا الحافله رقم 1 10، نعم مثلها ب 10 ديال الركاب. الحافله رقم 2 12 كذلك مثلها ب 12. الحافله رقم 3 16 مثلها ب 16. اذا الجواب صحيح، جواب التلميذ رقم 3 صحيح. الجواب رقم 4، لاحظوا معايا عندي الحافله رقم 1 10 هو مثلها ب 16. اذا غادي نحيدو الخطا، اذا فقط 10. بالنسبه للحافله رقم 2 12 هو مثلها فقط ب 10. اذا ناخذ المبيان تل او المدراج تل 12 بنفسجي. بالنسبه للحافله رقم 3 16، المعلومات اللي عطينا الاستاذ، اذا هو مثلها فقط ب 12. اذا غناخذ المدراج تل العدد 16 راكبا. اذا هادو هما الاخطاء اللي وقعوا فيها التلاميذ. فقط الجواب رقم 3 هو الصحيح 100%. اما الجواب رقم 1 2 و3 كاينين فيهم اخطاء، 1 و2 و4 عفوا فيهم اخطاء. التمرين 9 والتمرين الاخير، انشا احمد، لا 9 باقي لي 10 و11 ما انتبهش لهم سمحوا لي. انشا احمد المدرج التالي، انشا احمد المدرج التالي. اذا هذا المدرج هذا قام بالانشاء ديالو احمد. ماذا مثل احمد بهذا المدرج؟ ماذا مثل؟ اذا لاحظوا معايا الاقسام، قسم 1 2 3 عدد التلاميذ. اذا ماذا مثل احمد؟ مثل احمد عدد، ولكن التلاميذ عندي لاحظوا معايا عندي باللون البرتقالي والبنفسجي، وعندي الاناث والذكور. اذا مثل احمد عدد الاناث والذكور في ثلاث اقسام. مثل احمد عدد الاناث والذكور في ثلاثه اقسام. اذا مثل لنا في هذا المبيان عدد الذكور والاناث في ثلاثه ديال الاقسام، قسم رقم 1 2 3. املا الجدول التالي انطلاقا من هذا المدرج. لاحظوا معايا المدرج، اذا عندي القسم 1 هنا مطلوب عدد التلاميذ مجموع، يعني عدد الاناث وعدد الذكور مجموعين. اذا عندي القسم رقم 1 هنا غنحتاج واحد العمليات ديال الجمع. اذا قسم رقم 1 عندي عدد الذكور 12 وعدد الإناث 11. إذا 11 زائد 12 23. إذا القسم رقم 1 عدد التلاميذ هو 23 تلميذا. القسم رقم 2، القسم رقم 2 عندي عدد الإناث، لاحظوا معايا هنا أربعة عشر. إذا أربعة عشر عندي 14 ديال البنات وعندي 18 ذكور. نتأكد ناخدو مسطرة باش نعطيو الجواب صحيح 100%. 11 12 13. إذا 11 11 12 13. إذا 13 من الإناث و 14 15 16 17 17 من الذكور. إذا عندي 13 من الإناث و 17 من الذكور. إذا 7 زائد 3 10، 1 زائد 1 1، والاحتفاظ 3. إذا عندي القسم رقم 2 30 تلميذا. إذا 30 تلميذا بالنسبة للقسم رقم 2. بالنسبة للقسم رقم 3 عندي اذا 15 من الاناث، لاحظوا معايا، و15 من الذكور.
15 من الإناث و15 من الذكور، إذا 30 تلميذا أيضا في القسم رقم 3. Exercice 10. Le tableau suivant présente le sport pratiqué par 30 enfants. عندي هذا الجدول هذا كيمثل ليا الرياضة المفضلة عند 30 تلميذ، إذا عند 30 طفل. لو سبور الفوتبول باسكيتبول لوندبول اي لا ناتاسيون، عندنا كرة القدم كرة السلة كرة اليد والسباحة. إذا بالنسبة لكرة القدم 12 طفلا، الباسكيت كرة السلة 10، لوندبول 3، لا ناتاسيون 5. Quel est le sport préféré de ses enfants؟ ما هي الرياضة المفضلة عند أغلب التلاميذ؟ إذا الرياضة المفضلة أكبر عدد هو الفوتبول، لو فوتبول، إذا نكتبو هنايا الفوت بول. Je représente ces données par un histogram en utilisant XL. هنا XL هو باستعمال الكمبيوتر، حنا هنايا فقط غادي ندير واحد المبيان عادي بالورقة والقلم. إذا عندي هنايا لو نومبغ دونفون، عندي جوج ربعة ستة تمنية عشرة اتناش تال اتناش، كل درجة بواحد. أو هنا الرياضات المفضلة الفوتبول باسكيتبول هوندبول لاناتاسيون. إذا عندي بالنسبة دابا نديرو مدراج، نديرو بالأعمدة. الفوتبول 12، إذا 12 12 دوز ونختاروا لكل رياضة واحد اللون. انا مثلا الفوتبول غادي ندير لها الفيولي البنفسجي. بالنسبة للباسكتبول 10 10، ديرو لورانج. بالنسبة باسكتبول، بالنسبة لوندبول 3 3 3 3 3، لوندبول 2 3، كما قلنا كل تدريجة بواحد. Le jaune. La natation 5. La natation 5. Sibaha 5. وهنا ملي غادي نساليو من رسم الهيستوغرام غادي نديرو واحد المفتاح اللي كيبين لنا كل رياضه. غادي نرسمو واحد المفتاح، عندي 4 ديال الرياضات 4 سبور 1 نرسمو هنا باش يعطيني اتساع هنا 1 2 3 4. المفتاح كيسهل لنا القراءة قراءة المبيان أو الجدول. إذا الألوان اللي استعملنا لو فيولي لورانج لو جون
et le vert. Le violet, le football. Le football, football. L'orange, basketball. Le jaune, le handball. Le vert, la natation. La natation. إذا نضرب التمرين ليكزيرسيس نيميرو 10. إكزيرسيس نيميرو 11. لو طابلو سويفون بريزونت لو نومبر دارب دون لو جاردان دو الي. هاد لو طابلو هذا كيبين لينا عدد أشجار في الحديقة ديال علي. عندنا لاربر لورانجي، بوميي، سابان، سيبري. لورانجي البرتقال، بوميي التفاح، سابان السرو، سابان نو التنوب، شجرة التنوب، سيبري هي شجرة السرو. كومبيان Combien y a-t-il de fruitiers dans ce jardin? شحال عندنا من شجره مثمره في هذا الجاردان؟ غادي نجمع الاعداد اللي عندي هنا باش نعرف شحال عندي من شجره مثمره. اذا عندي 13 + 15 + 5 + 3 = 8 5 + 3 = 8 8 + 5 = 13 13 + 3 = 16 16. إذا 1 + 1 + 1 = 3. إذا عنده 36 شجرة 36. إذا 36 شجرة 36 arbres. Je représente ces données par un diagramme en bâton. Diagramme en bâton, يعني تمثيل بالأعمدة. تمثيل بالأعمدة. إذا رسم معكم سريع بسرعة باش ما يزيدش طولت الفيديو أكثر من هكا. نتوما خذوا المسطرة والقلم ورسموا على خاطركم. مثلا هنا درت لي زاربر السميه ديال لي زاربر لي زاربر وهنا لو نومبر دي زاربر لورانجي لو بوميي سابان سيبري. بالنسبه لورانجي عندنا 5 ديال لي زاربر دورانجي. بالنسبه لو بوميي 13. اذا ثم استعملوا المسطره. انا كنحاول نسرع لان الفيديو طوال بزاف. 13 بالنسبه سابان 15 سيبري 3 arbres. وهنا كل نوع ديال الاشجار غادي نلونو بلون محدد. لورانجي باغ اكزومبل بلورانج. ودائما نديرو مفتاح في الاخر باش كيسهل علينا قراءه البيانات. بومي لو جون سابان bleu c'est prêt le vert ça fait on كتبوا
البيانات ديالنا عبر مفتاح. اذا عندي هنايا نوع الشجر الاول، الشجر الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. عندي اورانجي، بوميي، سابان، سيبري. لورانجي مثلناها باللون البرتقالي، لورانج. بوميي بلو جون، سابان بلو، سيبري بالاخضر، لو فيغ. هذا غيكون هو التمرين الاخير في هذا الدرس. هذا كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا منه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.